تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أعزائي الرياضيين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الرياضة بين الشوطين. كما كان منتظرا، فرضت برمجة نهائي السوبر ليج الإفريقي بين الوداد الرياضي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي تغيير موعد مباراة فريق الرجاء الرياضي والفتح الرباطي برسم الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية. فريق الوداد الرياضي سيخوض ذهاب نهائي السوبر ليج يوم الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء أمام ماميلودي سان داونز، وسيتصادف موعد النهائي مع الموعد المسبق لمباراة الرجاء والفتح، وهو ما فرض على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تغيير موعد المباراة، حيث ستجرى يوم الاثنين المقبل في الخامسة بعد الزوال. في برنامج باقي مباريات الدورة الثامنة، اليوم على الساعة 8:30 ليلا شباب السوالم سيستضيف شباب المحمدية. غدا السبت، نهضة الزمامرة سيواجه المغرب التطواني على الساعة 4 بعد الزوال. في 6:15 نهضة بركان يستضيف حسنية أكادير. وفي 8:30 ليلا الجيش الملكي سيواجه يوسفية برشيد. يوم الأحد على الساعة 4 بعد الزوال اتحاد طنجة يستضيف المغرب الفاسي. وفي 6:15 مساء المولودية الوجدية سيواجه فريق أولمبيك أسفي. في إطار تفعيل بنود اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة من الاتحادات الكروية الإفريقية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها وافقت على طلب العديد من المنتخبات الإفريقية بإجراء مبارياتها بالمغرب برسم تصفيات كأس العالم 2026. يتعلق الأمر بمباريات إثيوبيا وسيراليون بملعب العبدي بالجديدة في 15 من هذا الشهر، بوركينا فاسو غينيا بيساو في 17 من هذا الشهر بملعب مراكش، غينيا أوغندا في 17 من هذا الشهر الملعب البلدي لبركان، النيجر تنزانيا في 18 من هذا الشهر بملعب مراكش، تشاد مدغشقر في 20 من هذا الشهر بالملعب الشرفي بوجدة، الصومال أوغندا بالملعب البلدي ببركان في 21 من هذا الشهر، في نفس اليوم 21 من هذا الشهر إثيوبيا بوركينا فاسو بملعب العبدي بالجديدة، النيجر زامبيا بملعب مراكش في 21 من هذا الشهر، في نفس اليوم كذلك ساو تومي مع ناميبيا بملعب أدرار بأكادير. بداية من يوم الأحد المقبل سيدخل كل من الجيش الملكي وسبورتينغ البيضاء لكرة القدم النسوية منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية والتي ستقام بالكوت ديفوار. فريق سبورتينغ البيضاء سيكون طرفا في مباراة الافتتاح المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك أمام فريق أتلتيكو أبيجان عن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كذلك ماميلودي سان داونز وكينز التنزاني. عن المجموعة الثانية، حامل اللقب فريق الجيش الملكي سيفتتح مشاركته يوم الاثنين المقبل بمواجهة دارك والغاني، فيما فريق هوراكان من غينيا الاستوائية سيواجه أسماندي المالي عن منافسات المجموعة الثانية. إلى الفوتسال، حيث جدد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة فوزه على المنتخب البلجيكي بحصة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الثانية التي جرت بقاعة الصادق الشاوي بالقصر الكبير. وسجل الهدف الأول للفريق الوطني مصطفى رابو، بينما سجل أنس الصبراري الهدف الثاني وياسين الرحيمي الهدف الثالث. الفريق الوطني كان قد فاز في مباراة ودية أولى على نفس المنتخب البلجيكي ب3 أهداف مقابل هدف. عادل السايح مدرب المنتخب الوطني يتحدث في تصريح له عن القاعة التي احتضنت المباراة، قاعة الصادق الشاوي بالقصر الكبير. كل صراحة أجواء رائعة. نبغي نشكروا كل الإخوان اللي سهروا على تنظيم هذه المقابلة، واللي جات جمالية هو هذه القاعة اللي بكل صراحة قاعة أصبحت قاعة عالمية. فالحمد لله، يعني مني كيتلعب فوتسال في هذا النوع من القاعات ما يمكن إلا يعود بالنفع على اللاعبين. ويعني هذا المشروع هذا اللي خداته الجامعة الملكية المغربية على عاتقها، فكنظن أنه غي يرفع من مستوى اللاعبين في المغرب، لا سيما أن احنا عارفين أن هناك قاعات عديدة في عدة مدن من المملكة اللي كيتم الاشتغال عليها باش تكون هذه الأرضية في هذا النوع هذا. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم. إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء.